وقفة سريعة مع برامج الام تي في لليوم يوم المرأة العالمي. عم بتخصص هالأسبوع الام تي في حلقات استثنائية من برنامج بيروت اليوم ابتداء من الأحد 3 آذار. تعرفنا على هالسيدات الرائدات بالعالم السياسي تحديدا. مستمرين للسبت 9 آذار عم بيكونوا هالسيدات بارزات بعالم السياسي الشأن العام وعم بيشاركونا تجربتهم ومسيرتهم اللي سلكوها وصولا لعالم السياسي، كما أنه عم بيسلطوا الضوء على عدة مواضيع بتخص المرأة اللبنانية، أبرز حقوقها والقوانين يلي بتسعى هالضيفات لطرحها من مجلس النواب من مناصبهم. وبيستضيف بيروت اليوم الوزيرة مي شيديا يلي منوجه لها تحية كتير كبيرة، ومنشوف هالتقرير يلي بعرفنا عنها أكثر. ماشي دياق يلي دفعت من دمها لحتى تناضل وضلت تناضل من بعد كل هالوجع يلي تعرضت له وكل هالمسيرة الصعبة يلي مرقت فيها لحتى تتابع وتكمل وتضل كلمتها منبر بحد ذاته لقوة المرأة، لقوة المرأة بالسياسة ولرأيها السياسي والإنمائي ولعملها بلبنان من محبتها وتمسكها بلبنان وتمسكها بالحياة أيضا. تحية كتير كبيرة لها ونحن أكيد منفتخر فيها، منفتخر بكل السيدات الرائدات. ومنتابع ومنحكي أو منحضر اليوم بيروت اليوم ابتداء أو الساعة 3 بعد الظهر مباشرة عبر شاشة الام تي في
مع معالي الوزيرة دكتور ماي شديا. منكمل مع برامج الام تي في لليلة ومتابعين مع نيران صيفية من التنين للأحد على الساعة 6 المساء، واليوم حلقة جديدة من هالمسلسل. ومشيت أيضا على الساعة 7 إلا ربع متابع عبر شاشة الام تي في مسلسل ما فيه بحلقة مشوقة جدا الليلة بعد الأخبار، شو رح بيصير بهالقصص المتشعبة بين قصص اجتماعية وقصص عاطفية من خلال مسلسل ما فيه، قصة وكتابة كلوديا مارشيليون، إخراج رشا الشربجي، إنتاج الصباح للإنتاج وبطولة فاليري أبو شقرة، معتصم النهار كارلا بطرس، بيير داغر وأحمد الزين يلي أيضا عم بيكون دوره رائع بهالمسلسل، ليليان نمري، زينة مكي أيضا وغيرهم. منتابع أيضا الليلة على الساعة 10 إلا ثلاث حلقة جديدة من بيت الكل مع عادل كرم. رح نتعرف أو رح منشوف اليوم ومنحكي أكثر عن ألبوم النجمة الذهبية نوال الزغبي. بذكر بأنه بيت الكل من إخراج ناصر فقيه، منتج منفذ طارق كرم، على الساعة 10 إلا ثلاث. أكيد برامجنا موجودة على mtv.com.lb وعبر أبليكيشن MTV. هذه كانت لمحة سريعة، رح ناخد بريك، حضروا تليفوناتكم، تروا مع زينة نمرود بعد هالوقت.